وسيم تكفى نقول لك طلع لي في مش باب طلع لي ميكيات. انا الميكيات حبستهم من وقت سابق ولاحق. يا عيسى هذاك مشي ميكي، هذاك انيم خير من الفيلم، هذاك فيه معنى يفهموا غير اللي هاربين في مخهم. يا ودي روح بركه ما تقعد بيا، انا غير تخلصت واحد لابس كوستيم ما عنده راس تعذيب خرجت ديرك. يا عيسى على ما كملتوش كي لحقت الجزء الشباب خرجت. ياك هذاك دوك يولي مع قوه الخير ويولي عنده ربع يدين ويسرق الفينو من الرمح الناري. تك تهضر في التليفون وتهضر معايا، واش من اللغه هذه؟ نهضر معاك عيسى، مع من راني نهضر؟ صح نقولوا في قصه شابه وهدف نبيل وكيماك تهضر ومانيش عارف صاي هضروا بالشينويه يا وسيم، انا ما نفهمش، انا العربيه عندي بروبليم معاها. عيسى خذ رايي شوفوا كاع والله غير تعلم فيه بزاف صوالح سوتو تاع القتال. صح وسيم معليش خويا، الفيلم تاع بريسلي والموسيقى كيف درنا لهم ترجعهم لي؟ اي ام سو سوري عيسى، ولا غير راحوا سوبريميتهم. تحب نطلع لك فيلم واحد اخر تاع كاكاشي نطلعه لك. وسيم نسقسيك برك، انا كيف نبلك مع قوه الشر ولا مع قوه الخير؟ عيسى انت وليد حومه باينه بلي مع قوه الخير، اما لما رايح ديرني مع قوه الشر.